شايف يا ابني هالمبارك كيف عم تنزل على حدود السماء مثل ثانية ذهب مربوطة بخيط بس ما بينشاف. شايف كيف عم تنزل على أطراف الدنيا شوية شوية. شايف كيف عم تحمر وهي عم تنطفي بالماء. شايف الغيمات كيف محمرين مثل بيادر حنطة شعلت فيها النار. شايف يا أمي هاي كمان راح نهار. شو اجا مفيد؟ طيب انا هلا شو بدي اقول للناس اللي خليتهم يقضوا الليل دوار عليه؟ الله يصلحه. انا رايح طمنهم على قليلي. فيك تفهمني وين كنت؟ قلت لك اني كنت عم تمشى. عم تتمشى؟ ست ساعات لك عم تتمشى وما خطر ببالك انه انا ممكن اقلق عليك؟ تركيني بحالي. اتركك بحالك تكرم. رح اتركك بحالك. صار لك؟ حتى انت يا لبيبة ما عاد عم تفهمي علي. شو قصدك؟ بقول لك تركيني بحالي. بتروحي بتضبي اغراضك وبدك تمشي. عايف عليك يا لبيبة. لازم تعرفي انه نحن اثنين صرنا مقطوعين من شجرة وما لنا حدا بالدنيا الا بعضنا البعض. سامحني يا مفيد، من كتر ما كنت خايفة عليك من المطحيش ورجاله نسيت انك ممكن تكون زعلان على المرحومة امك. سامحني. السلام ورحمة الله. وين كنت طلعتي امبارح؟ قلبنا الدنيا عليك. فكرنا انه جماعة المعلم بطحيش اخذوك غدر. سيدي لا تكل همي، مثل ما بيقولوا عمر الشقي بي. المعلم رضا دري بالقصة وهو بذاته دور عليك معنا. ليش امتى رجع من بيروت؟ رجع امبارح الظهر من بيروت. امور عمي مفيد. تشرب قهوة؟ بشرب. اثنين قهوة على راسي. وعندك واحد سادة وواحد حريحة لهون. يا ترى شو قررت تساوي؟ ما بعرف، بس يوم عن يوم عم يزيد قرفي من هالمينا ويوم عن يوم عم يزيد كرهي لهالقهوة المعدة. قصدي بدك ترجع لنفس الشغل ولا فكرك شي تاني؟ ما في شي فكري، بس ما رح ارجع عالتال واللي بده يصير يصير.
السلام عليكم. اهلا اهلا ابو البدر. كيفك اخي مفيد؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك. اهلين ابو البدر. اهلين مرحوم الحبيب. اهلين اخي وسهلين. شرف شرف. استريح. امتى اخذوا سبيلك؟ بارك عليم الله لك وحشي يا ابو البدر. تعيش. مور معلم برهوم. مور الله يخليك. فنجان قهوه سكر زياده. مو على راسي. عندك سكر زياده لهو؟ ايه طمني كيف احوالك؟ لك انا صحيح بحكي وصحيح بضحك بس مخبي جواتي نيراني. لك اخ من امه العرب اخ. يا على مالك خي برهوم اللي بيسمعك بيقول ما حدا شايل هم امه العرب غيرك. لك وحياتك على الغالي وحياتك على الغالي. اذا القوم قالوا منفتا خلت اني عنيت فلم اكسل ولم اتبلدي. عفو الله يا عمي برهوم. لا اشربوا اشربوا ان شاء الله الف صحه. ايوه جاي. ايه عملك على حالك خي برهوم؟ لسه عم بارح طلعت. انت عم تحكي هالكلام؟ الانسان لازم يحكي كلمه الحق ولو على قطع رقبته. ما اختلفنا بس الانسان ما لازم يناطح الحيطان. ليش لا؟ اذا مو طالع بايده الا يناطح الحيطان لازم يناطحها، مو احسن ما يموت بحسرته؟ انا قصدي تداري اوضاعك شوي بهاليومين. لك انا دائما بقول خبز وبصل وحريه ولا دجاج وعسل وجبريه. مو غلط بس لا بخلهم للشباب من هالحكي بروسهم بعدين بيدوخوا. اللي ببخوا هن التعابين اللي من شكلك. عود عود زلقوط سلم معنا. مو غلط بس هلا ماني فاضي مستعجل. شفت لي حليش؟ لا ما شفته من زمان. اذا شفته فهموا اني عم دور عليه. قول له اني عاوز ضروري. اذا شفته بفهمه وبقول له. تشاو. شو برهوم؟ شايف لك صاحبنا الزلقوط ما بيطيقك منه؟ لك يا سيدي البعد عن هيك اشكالات نعمه من الله. مزبوط بس هيك واحد ما بيخاف الله وانت بذاتك اللي قايل لي اللي ما بيخاف الله خاف منه. ليك لو كان دعاء الكلاب مستجاب كان كل يوم مات ألف قصاب. يلا لوين؟ جاي على بالي اكل صحن فول. انا عازمكم. حلو. انت خليكم ما بقى الا يجي المعلم رضا. ماشي يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. سطوف. ايوه جاي. نامين يا نور العين. شايف لك هالقعده رح تطول. جيب لي شده يتسلى فيها. مو على راسي. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. تفضل. سهلين. الك زمان هون؟ الي عم استناك من الصبح. مور معلم. دبر الحالة. مو على راسي. بدك صراحة يا مفيد. أنت كنت بمعركة المينا رجال. من بعدك يا معلم. أنا رجال قبل معركة المينا وبعد معركة المينا. كيف لقيت لي الحبس؟ الحبس ولا شيء، والموت ولا شيء لما بيكون بني آدم على حق. جماعة البطحيش اعتدوا عليك وعلينا. والله ما بيحب المعتدين. بصراحة أنا ما بحب الدس والوتوتة ولا بفهم حركات المينا والشغل من ورا لورا. أنا دغري وبحب الدغري. مشان هيك عم فكر إني أترك هالمينا وسافر بالبحر. لا رح تبقى معي وبدون دس ووتوتة. إذا كنت يبقى بالوقت الحاضر بس لأنه جميلك دايم برقبتي. أنا يا مفيد بدي إياك تبقى معي بس مو مشان هيك. أنا بعرف إنه أنت مستحيل تمنن بشي عاطيه. بس أنا يا معلم رضا ما بدي أكون عتال. ليش؟ شبه العتالي؟ على راسي العتالي. بس أنا نويت أخلص من المينا ووساختها. المينا ما فيها وساخة وبس يا مفيد. المينا فيها نظافة ورجال كمان. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين أبو العبد. أهلين مفيد. أهلين وسهلين. على العين والراس. رجال بتقدر رجال بس يكونوا شرواك بالخير. والباقيين يعني منخاف منهم؟ أنا ما راح أقول لك إني ما بخاف لحتى ما يكون كلامي تجليد. أنا بخاف مثلي مثل غيري. السلام عليكم معلم رضا. وعليكم السلام، مع السلامة. أنا سبق وجربت حالي وفيك تجربني إمتى ما بدك.
أنا تحت أمرك. حلو هالحكي، خليك جنبي بالمينا ولك حصة مثلك مثل غيرك. شو راح يكون شغلي؟ بتراقب التحميل والتفريغ وبترافق المواعين على البواخر وبتعيش حياتك رايح جاي بين الرصيف والبحر. إذا كان هيك أنا موافق. وراح تكون عيني وإيدي بالمينا. أنا مستعد تكون عينك وإيدك بس بالحق. أها، يظهر كنت تشوف برهوم كثير بالحبس حتى عداك بحكياته اللي من فوق الأساطير. لا يا معلم رضا، كل واحد عقله براسه بيعرف خلاصه. شو معناته لك انك تكون عيني وايدي بس بالحق؟ انو حق هذا؟ حق الرد على اللي بيعتدي علينا. واذا ما حدا اعتدى علينا؟ ما بنعتدي على حدا. لك لما بتصير المشكله مين بيعرف مين المعتدي؟ انت ونحن. انا معروف مين، بس انتو مين انتو؟ ولو يا معلم رضا، نحن رجالك. وامتى كانوا رجالي بيعرفوا اللي بعرفه وبقدروا اللي بقدروا؟ بس نحن فرقه واحده، يعني عقل واحد وجسم واحد. جسم واحد ايه، بس العقل عقلي والشور شوري والامر امري. وبعدين بيجي الشغل، الشغل وبس. بالنسبه للشغل خد منه قد ما بدك، بس بالنسبه للموضوع الثاني بدك تسمح لي، انا ما بحب كون تيس بشلعت. مور عند العبد؟ لا معلش يا سطوف، انا بستاذن عندي شغل يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه يا برد. شو هي نغمه جديده مبين؟ من اين الفلسفه يا جايبه؟ انا لا عم بتفلسف ولا شيء، بس كل اللي حابب اقول لك اياه انه انا ما بدي اكون تيس. انت مانك تيس، هي فهمناها. وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين، هي هي القصة كلها. لا مو هي القصة، أنت مخبي شيء تاني. شو هالشيء اللي بدي خبيه؟ غرورك وحبك للظهور. وسبق وقلت لك حب الظهور بيكسر الظهور يا مفيد. يا معلم رضا، أنا لا مغرور ولا بطيخ، بس أنا عندي من نفسي شوي. أنا المعلم رضا يا مفيد، وأنت بعدك ما تعرف من مين. وهلا رح تشتغل معي حسب الأصول، وهيك؟ إذا كنت محتاجني. وإذا ما كنت محتاجك؟ ساعتها بشتغل عند أي معلم تاني. وعند اللزوم أنا مستعد أشتغل عند البطحيش نفسه. مفيد، احمي حالك وروح على البيت ارتاح، وبكره بتيجي بتستلم شغلك الجديد. أنت بتأمر يا معلم. مع السلامة. اهلا اهلا استاذ عفرمات، عمرك اطول من عمري، سبقتني بالسلام. طمني، ان شاء الله مشي الحال من ناحية الشغل. شو على كيفه الحال، يمشي ولا ما يمشي؟ بده يمشي واجره فوق رقبته. ايه ها، يا عيني على هالروح المعنوية العالية. قل لي ان شاء الله اليوم المساء ما عندك شغل؟ لا اطمن، عطال بطال. اليوم كتب كتابي، وبتعرف انت مقام اخي الكبير. الله يسامحك على الحكي، انت اخونا وحبيبنا واستاذنا كمان. انت بس بتأمر، بدي اياك تروح معي انت واختي لبيبة. شو هالحكي؟ إيه لو ما خبرتني كنت راح ازعل منك. انت بتأمر امر، امتى اتفقتوا؟ المساء بعد العشاء. تكلنا على الله، الف ساعد خير ان شاء الله، وانا تحت تصرفك من هلا لبكره العشاء. تعيش يا شهم، لا تنسوها، نحن وعدنا الجماعه وما بدنا نتاخر عليهم. ايه على راسي من فوق. سلم ما ذكرت. يا سلام على ريحه الاكل، شو طابخه؟ طبخت لك مجدره مفتخره. يا سلام على المجدره، شو قلنا اكله مقدره. لك يسلموا هاليدين يا نور العين. معناها جوعان كثير. انا جوعان وانت الصادقه مسلهب من جوعي. امي؟ عمي؟ نعم نعم. شلون؟ شو ها؟ إيه ما شاء الله، خزيت العين وما شاء الله، اسم الله اسم الله، روح الله يساعدك ويهنيك يا رب. اجوا. شو جاهزين؟ يلا امي نحن ماشيين. يلا امي يلا وانا جاهزه كمان.
آسف يا أستاذ أحمد، لازم نأجل كتب الكتاب لوقت ثاني. العمر لكم. عجبك على الحظ اللي بيفلي الصخر؟ كنا بجوازي صرنا بجنازي. بسيطة. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا مفيد. وين اتفقتوا انك تشتغل؟ المعلم قال انا لازم اشتغل بين الرصيف والبواخي. معناها شغلك بالمواعين، وهي احلى شغله بالمينا كلياتها. يعني شو شغلي على المصبوط؟ شغلك يا مولانا انك ترافق المواعين، يعني انت مسؤول عن تصميم البضاعه بالمواعين وعن تفريغها وتصميمها بالبواخي، وهي شغله اخر قلصها وحياتك. يلا هم شباب هم. أهلين خي مفيد. بالمهلي. ايه، كيف لقيت لي الشغل جديد؟ اكيد احسن من العتالي. مزبوط، احسن من العتالي. شو بك مونوان، صار معك شي مشاكل؟ لا ما صار شي، بس شو بدك؟ الصراحة بني ادم قد ما كبر بيضل في جواته ولد صغير. وهلا شو مناسبة الحكي؟ هدول الشباب متفقين يطلعوا على الباخرة بالدور،
تذكروني وقت كنا صغار ونتفق نطلع على المرجوحه بالدور. والله انت مفكر انه قاتلين حالهم على الطلعه مشان يتمرجحوا ولا يلعبوا؟ لكان مشان شو؟ مشان يسترزقوا طبعا. ومنين بدهم يسترزقوا؟ من العنابر. عنابر البواخر مليانه خيرات، وبين تفريغ الطبليه والطبليه بيكسروا لهم شي صندوق بضاعه وبيتناهبوه، واغلبهم بيكونوا اخذين معهم تحف صغيره بيبيعوها للبحاره، واللي ما معه شي بيعه بيشتري اللي بيصله ويسكي دخان حي الله. هيك لكان. لكان شو؟ يكون معلومك انه العتال بيطلع على الباخره ما ممكن ينزل وايده فاضيه، وعند اللزوم الواحد منهم ممكن يفك مدخنة الباخرة حتى ما يقولوا عنه رجع فاضي. صراحة أنا تفاجأت بالكلام اللي قلت لي إياه، ما كنت أتصور أبداً إنه العتالة يطلعوا حرامية. هاي ما اسمها سرقة، هاي بسموها تنفيعة، لأنه أجرة العتال ما هي محرزة بالقياس للتعب اللي بيتعبوا، لهيك بيحاول يطالع له كم ليرة براني. بس أنا بحياتي ما عملت هيك شيء. لأني بعمرك ما طلعت مع المواعين. هلأ فهمت ليش كانوا يتقاتلوا على الطلعة على المواعين. إيه صح النوم يا أبو. كنت مفكر حالي فهمان، أنت طلعت حمار مرتب. لا حاشاك يا آدمي، تعيش وتاكل غيرها. ولا هداك أخو المحلوشة قال بيطلع مطرح يعلمعونة ويضربني منية فوقها، قال شو المواعين ما بتنطق. إيه بسيطة يا أبو بسيطة، هاد حال الدنيا، الأيام بتعلم الناس والناس بتعلم بعضها البعض. لازم تعرف انه إلك حصة بكل شي بيجيبوه جماعة والديتك، ولما بتطلع على الباخرة كمان لازم تاخد نصيبك، هيك العادة. اصحك تفلت طرف الخيط، ولازم انت ترتب هالشغلة وتخلي كل واحد يطلع بدوره، وشوف ولا تشوف. شو هي حزيرة؟ لا ما هي حزيرة، قصدي خليهم يحسوا انك شايف كل الاشياء اللي بيخبوها بقمصانهم وبجوبهم، وبنفس الوقت ساوي حالك لا شفت شي ولا اشعت خبر شي، وهيك بتنفع وبتستنفع. بس هالشي بيخالف القانون. ايه مرحبا قانون، عن انو قانون عم تحكي؟ ليش كم قانون بالدنيا فيه؟ في اثنين على الاقل، قانون للاقوياء وقانون للضعفاء. شو هالحكي هاد؟ هالحكي هاد مثل هاللقش. ايه شرف نشرب لنا فنجانين قهوة ونحكي لنا كلمتين على رواق. انت كنت عم بتقلي انه في جوز قوانين. على الاقل انت بتعرف مين هو الرئيس الفعلي للمينا؟ طبعا ختيار مينا. عليك نور، الختيار هو رئيس المينا بالفعل، بس بالقانون المينا الا رئيس غيره، وبالقانون كمان الختيار لازم يتقيد بتعليمات رئيس المينا وما يأتي باي حركة الا باذنه. بس بالواقع رئيس المينا شقفة رجل كرسي، وما له شغلة إلا أنه يلاقي تخريجات لتصرفات الختيار، لأنه الختيار ما بتهمه الشكليات الإدارية، وما بتفرق معه إذا كانت معاملة دخول هالباخرة أو هالمركب مزبوطة ولا ما هي مزبوطة. اللي بيهمه أنه الشغل يبقى ماشي، وعلى رئيس المينا وجماعته أنه يمشوا له الوراق. بس أكيد هالشي لمصلحة الشغل. صحيح، بس الشغل لمصلحة مين؟ لمصلحة البلد. يكون معلومك انه الشغل لمصلحة الختيار اكتر بكتير مما هو لمصلحة البلد. تانيا مين اللي قالك انه مصلحة البلد انه نحن العتالة نموت من الجوع؟ الختيار رجليه طوال، لهيك بيطف من فوق القانون لمصلحة الشغل، بس العتال رجليه قصار، لهيك بمر من تحت القانون لمصلحة الشغل كمان. اما تركيبه وهيك يا محترم، اذا فكرت بالقصة منيح بتشوف انه نحن والختيار عم نعمل نفس الشيء. الفرق بيننا وبينه انه هو ما بيوقع، واذا وقع ما حدا بيسترجي يحكي معه، اما الواحد مننا اذا وقع فيا ويله يا سواد ليله،
ساعتها الكل بيعملوا حالهم شرفة على حسابه. طيب نحن صرنا مد اصحاب، ليش ما سبق وحكيت لي هالشي؟ لانك ما كنت رئيس وردية، وهلأ بعد ما صرت رئيس وردية بترافق المواعين وبتطلع البواخر. شرف ورجينا شطارتك. صحيح، مين سواك رئيس وردية؟ فكرك مين يعني؟ المعلم رضا. هو بذاته قال لك هالشي؟ الشغلة ما بدي أقول، أنا تصرفت مثل ما بدي ومثل ما بده المعلم رضا. هيك بالقوة؟ لا بترجاك، مو بالقوة، باللطافة والإنسانية. ولا شايفني دبج مو خرج لطافة وإنسانية؟ العكس، أنا رأيي إنك شاب أبضاي ولطيف، ونحن واثقين فيك وعرفانين إنك ممكن تنفعنا بالمستقبل. مين أنتو؟ نحن العتالة. أنا معكم بقلبي، بس ما تطلبوا مني أكتر من هيك. خاطرك من هلأ لبكرة. الله معك، بس بدي إياك تاخد بالك، هذا المعلم البطحيش واحد مشراني وما بينام عظيم أبدا. يا رجل، حتى حزب الشعب ركب الموجة وعم يطالب بتقديم المسؤولين عن نكبة فلسطين للمحاكمة، وعم يتهم الحكومة بالرشوة وببيع إجازات الاستيراد. ايه، وسمعت لك كمان انه الناس عم تطالب بمحاكمة الضابط اللي راح يجيب أسلحة من إيطاليا. لك كلهم خوني وحياتك. لا، من عامل الناس سواء يشقى. وحياتك كلهم مثل بعضهم. هالبلد لازمها واحد أخو أخته ما عنده أمي رحميني حتى يخلي هالحشد نشط يعرفوا ان الله حق، واللي ما بيجي بعصا موسى بيجي بعصا فرعون. اي، ما في فرعون بالدنيا اكثر من هتلر، وشفت شو سوى بالمانيا، ما خلى فيها حجر على حجر. لا استاذ لا تغلط، مو هتلر اللي خرب المانيا. معك حق، مو هو اللي خربها بايده، بس هو اللي تسبب بخرابها. كيف يعني؟ يعني هتلر راد يحط المانيا فوق الكل، فتكاتروا الكل عليها وحطوها تحتهم. يعني بالعربي الفصيح، كتر الشد بيرخي. بس بتعرف معك حق شوي، صار لازم نخلص بقى من حكم الأبضايات والزهران. أهلين بالزلقوط. مو غلط. خير؟ خير كثير يا أمير. شايف بوشك حكي. مو غلط، عندي خبر معتبر. له علاقة بالشغل؟ ايه له علاقة بالشغل، بس أهم من كل الشغل. ما في شي بالدنيا أهم من الشغل. هلا غلط بغلط، رضا الختيار أهم من كل الشغل. رضا الختيار بعد رضا الله والوالدين. بس أنا بشو بدي ينفعه للختيار؟ شو بده مني؟ مو غلط، شو بده منك الختيار والله ما بعرف، بس أنت بشو بتنفعه أنت أدرى. أنت بلفتني مرة وما رح خليك تبلفني مرة ثانية. لا يا زلقوط، أنا بلفتك؟ إيمتى؟ أنت بتعرف تمام أني أنا بعزك. مو صح، أنت ما بتعزني بنوب، أنت جذبت علي وبلفت. المهم قوم معي لعند الختيار. والشغل؟ طز بالشغل، الختيار طالبك وبتقلي شغل. بحركة واحدة من اصبعة الختيار بيوقف الشغل بالبر وبالبحر. يا سيدي مثل ما بدك، طز بالشغل، الختيار اهم من الشغل وفوق كل الشغل. مو غلط، بس اصحك تفكر ان احنا مو كاشفينها. اتاريك داهية مصبرة يا ابن الحرام، لسانك حلو بس تحته المر والعياذ بالله. ولا تخبى بشروالك، الختيار بيعرف عنك كل شيء. حكك مع المعلم رضا لما رميت حسون بالبحر، شافك بعينه لما ضربت المعلم البطحيش. فإذا كنت رايح على الطاحون خيط بغير هالمسلة. الله يسامحك يا زلقوط، لك نحن مو صحاب. مو غلط، نحن هلا أصحاب لأنك صرت عم تلعب على المكشوف، أما بالماضي لا، لأنك كنت عم تلعب على المخبى يا شب الكبة. بس أنا مديت لك إيدي. إيه، وأنا رديت لك إيدك لأني ما كنت بعرفك، لأنه الختيار ما كان ملتفت لك.
بفهم من حكيك انك هلا عم تصاحبني لانه الختيار التفت لي؟ مو غلط، اللي بيريده الختيار منريده، واللي بيرميه بنرميه. كون مع الختيار بتلاقي الدنيا كلها معه. صلوات بشرفك، ليش طالبني الختيار؟ والله علمي علمك. بقص ايدي اذا ما بتعرف. اصحك تقص ايدك لانه بكره رح تلزمك كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام. بتوزعوا على كل عيلة كيس طحين وعشرة كيلو سكر وخمسة كيلو رز، ولا تنسى بيت المرحوم حمدي العجان حارس المعونة اللي قتلوه ولاد الحرام وغرقوه بالبحر. لا تنسى تحط لي اسم عيلته على القايمة لحتى ما ننساهن اليوم وطالع. أنا ما بدي حدا من درويش حارتي يعتاز لأي شيء، هدول أمانة برقبتي. أنا رح أنسأل عنهم يوم القيامة. وبطريقك مر لي على شيخ الجامع وخليه يطمن لي على أحوال الحارة بيت بيت، لأنه بهمني أعرف كل شيء عنهم. مفهوم؟ عود ابن أخوي. وبتمرر لي على ابو خالد اللحام، بتقول له خليه يذبح ذبيحتين صبحيه العيد ويوزعهم على كل البيوت. ولا تنسى تفرك لي اذنه شوي، لانه سمعت بالعيد الماضي لهف نص الذبيحه له. بتفهمه؟ اذا سمعت عنه شيء من هالقبيل بالمره الثانيه رح اروح انا بنفسي علقه من كرعوبه بالشنقل قدام باب دكانته. مفهوم؟ امرك عمي. أهلين ابن أخوي. كتر خيرك يا معلم. أنا الكل هون بيقولوا لي يا عمي، يعني أنا عم الكل. حاضر، أنا بتشرفني معرفتك. معنى الكلام أنك ما بتعرفني. أنا بعرف حضرتك بس من بعيد لبعيد. يعني سمعت عني؟ سمعت عنك كثير. شو سمعت؟ سمعت أنك أبو المينا وابو كل اللي بيشتغلوا فيها، وابو الفقره كمان. بس هيك؟ احكي لا تخاف، انت ابن اخوي. انا ما سمعت عنك الا كل خير يا عمي. معلش، انا بعرف شو بيحكوا عني. خليهم يحكوا يلي بدهم اياه، وانا رح اعمل يلي بدي اياه، وهيك تمشي الامور افضل، مو هيك يا؟ شو اسمك انت؟ محسوبك مفيد. ايه يا مفيد، انت من بانياس؟ ايه نعم، من بانياس. وبانياس تعاركت مع الفرنساويين؟ مزبوط. وانحبست مشان هالشي؟ ايه نعم انحبست. برافو عليك، رفعت راسنا. الفرنساويين ضد بلدنا وانت تعاركت معهم، فبهيك حالي بيصير لك علينا حقوق كبيره. العفو يا عمي، أنا حقي وصلني، بكفي إني عم بشتغل بالمينا وكله بفضلك. إيه، وبفضلي كمان رميت ابن أخوي حسون بالبحر. لا بس هو تحرش فيه. والمعلم بطحيش هو كمان تحرش فيك؟ المعلم بطحيش وجماعته هن اعتدوا علينا. مين أنتوا بالله؟ نحن جماعة المعلم رضا. والمعلم رضا هو اللي كافأك وساواك رئيس وردية؟ تقريبا. يعني كافأك لأنك ضربت المعلم بطحيش؟ بتحسن تقول أكرمني. لا، هون ما حدا بيكرم حدا إلا بإذني أنا، مفهوم؟ أنا رئيس وردية بأمرك، وعتال بالمينا بأمرك، مستحيل أعمل أي شغلة إلا بأمرك. عظيم، إذا هيك أرجينا شجاعتك وشطارتك. انت امور وانا جاهز. وينك؟ نعم عمي. ارجي لابن اخوي شو في بهالاكياس. شو شفت بالاكياس؟ مصاري.
أنا بحط المصاري بالأكياس لأني برفض غش حدا، وبنفس الوقت ما بسمح لحدا يغشني. أنا لما بيجيني مصاري بحطهم بالأكياس وبدفع منهم للكل، وأنت واحد من الكل طالما أنك تشتغل بالميناء. خذوا على الزاوية الثانية وورجيه شو في تحت الحصيرة. تعرفوا لها؟ طبعا بعرفه، هذا حليش. كان صاحبك؟ لا ما كان صاحبي، تعرفت عليه بالقهوة ووعدني يدبر لي شغل. هذا كل شيء بيناتنا. احكي لا تخاف، انا ما عم حقق معك. رجع الحصيرة اللي مطرحها ابن اخوي. لا تشغل فكرك بهالواطي، كان عم يسرق من الميناء قام غرق قضاء وقدرا. هلا بيجي المحقق والطبيب الشرعي ومن هون للمقبرة وبتنتهي القصة. خاطرك عمي. الله معاك ابن اخوي. طمني كيف كان جو المقابلة مع الختيار؟ منيح، بس انت شو عرفك اني كنت عند الختيار؟ مرحبا معلم مفيد. سمعت شو قالك؟ معلم مفيد. مو قصده. لا وحياتك على الغالي قصده. انا براهنك اذا بقي واحد بالمينا ما دري بانك قابلت الختيار. مرحبا معلم مفيد. مرحبا معلم مفيد. مرحبا معلم مفيد. اطلع من هالبوار. الله معقولة انه الختيار يطلبك لحتى يسألك مين اللي سواك رئيس وردية وبس؟ اذا مالك مصدق روح اسأله. اي والله جبتها. طيب اذا كان كلامك مزبوط فيك تفهمني ليش انت قلقان وبالك مشغول؟ أنا قلقان لأن الختيار ما قال لي شيء. لا تؤاخذيني، عم عذبك كلها صغيرة وكبيرة، بس أنت شريكة حياتي لازم تعرفي عني كل شيء. أصلاً لو دريت من غيرك كنت ما سامحتك طول عمري. بظن أنه الختيار ما عرف أنه لك علاقة بشغلة المعونة، وإلا كان عملك غير شكل. وأنا بظن هيك كمان. ما دمت بتظن هيك فيك تفهمني شو اللي زعجك لهالدرجة؟ اللي زعجني اني شربت المقلب مثل الأجنب. أنا مقلب؟ الختيار ما طلبني لأنه شاكك فيي بقصة المعونة، لا. الختيار طلبني لحتى يطبعني. ورجاني شوالات مصاري وجثة حليش، كأنه عم يلوح لي بوحدة من التنتين. وأنا تعطيت له وقلت له إني خاتم بإصبعه. أخص علي أخص. لا تظلم حالك يا مفيد، بكفي انه التانيين عم يظلموك. هي هي الحقيقة، انا ما عم بظلم حالي، بس الحقيقة انه في جواتي واحد ندل عم يستنى الفرصة لحتى يبيع حاله. انا لما طلعت من السجن كنت اقول كل شيء بدي اياه من الدنيا اني اعيش شريف مثل ما قال لي الاستاذ ماهر، واني اكل لقمتي بعرق جبيني. بس من اول فرصة، من أول مرة شفت فيها الختيار بعد حالي، قلت له أنا تحت أمرك وإني خاتم بإصبعك. أخص علي أخص. هاي كلمة وبتنقال، ليش عم تعطيها هالمعنى أنت؟ هالحياة يا مفيد الدقة مو على الحكي، الدقة على الفعل. لا يا لبيبة، الحكي هو الأساس بهالدنيا. الدواب بس هي اللي بتنربط من كرعيبة. الرجال القبضايم بينربط من لسانه.
وانا خاني لساني يا لبيبه، خاني لساني. صراحه انا ماني عرفاني ليش عم تقسى على حالك لهالدرجه. انا كنت مفكر حالي رجل شجاع، طلعت خاروف مثلي مثل غيري. انت مفكر انه الرجال الشجاع هو يلي ما بيطلع من معركه حتى يفوت بمعركه ثانيه؟ لا يا مفيد، صدقني القصه ما هيك. الرجال الشجاع هو يلي ما بيطاوع نفسه وما بيخلي الشغلات الرديه تفوت لجواته، وحتى اذا فاتت ما بيخليها تعشش جوا. الرجال الشجاع هو اللي بيفضل ضميره صاحي، وانت ضميرك صاحي بدليل انه عم يعذبك على الشغلات اللي حكيتها وما كان لازم تحكيها. هيك فكرك؟ طبعا. لك قومي جهزي حالك. ليش؟ طالع على بالي نتمشى شوي، عندك مانع؟ بالعكس، لحظة واحدة وبكون جاهزة. ايه حسان، احكي لي لشوف شو صار بين صاحبك وبين الختيار. وحياتك على الغالي يا معلم، ما بعرف شو هالحكي حسان، مو على بنا مفيد صاحبك. صحيح، بس مفيد ما حكى لي شيء له طعمة. وما زالك احكي لي لشوف كل شيء قال لك اياه، كلمة بكلمة وحرف بحرف. الله يذكره بالخير للفاروسي ويرجعه بالسلامة. مرة سألته كيف بدي لاقي مين يحميني وياخذني تحت جناحه؟ بتعرفي شو قال لي؟ قال لي لحتى تلاقي مين يحميك لازم تحمي غيرك. هون الدروشة والطيبة ما بينفعوا، هون الشجاعة بتنفع. وليش تذكرت هالحكي هلا؟ بتعرفي حاسس حالي كأني راكب بسيارة وما بعرف لوين رايحة. أكيد الشجاعة كويسة والقوة شغلة مهمة، بس ياما في ناس شجعان وأقوياء ضعوا بهالحياة. صدقني يا مفيد، أهم شيء إنه ضميرك يبقى صاحي وعقلك يضل شغال، ساعتها ما ممكن تتوه لأنه قلبك رح يكون دليلك. أحيانا بسأل حالي لو ما شفتك شو كان صار فيه؟ مثل ما كان رح يصير فيي لو ما شفتك. كله قليصطة يا معلم. بدي اياك ما ترجع من هنيك الا تشطب على الشحنه كلياتها. تؤمر امر. والسهره اليوم على الباخره. يا سيدي السهره اليوم على الباخره. بدي الطلياني فل بكره من كل بد. اعتبر يا معلم انه الطلياني فل بكره من كل بد. سلام عليكم. وعليكم السلام. يلا همي شباب، همي يلا. الله حيو. أهلين أبو البر. أهلا. شو اللي جابك؟ شو نسيت إني على التلفون قلت لمعلم رضا؟ بعرف، بس ما في بالعادة تجي على ورديتي. أنا شمام هواء قطاف ورد بطلع بالوردية اللي بدي إياها. المعلم رضا سامحني بهالشيء. لا تخلي اللي بقلبك يبين على وشك. العتالة بيحبوا يشوفوا رئيس ورديتهم قليصطة وقبضاي وزقرت، وما كان هيك بيحكوا عليه.
وشو المطلوب مني؟ المطلوب انك تشد حالك شوي. انت لساتك جديد على جو المينا، والمينا لها قانون واحد ما بتغير، هو القوة. من هالناحية لا تكل همي، انا قوي والحمد لله. لك صحيح قوي، بس تنقصك شوية تجربة. لا، وتجربتي كمان كافية. ايه بس مع هالشي ما في مانع انك تستفيد من تجربتي انا كمان. وانا بنصحك بوجه الله تعالى، رجع لطبيعتك ولا تخلي مقابلة الختيار تأثر عليك لهالدرجة. انا مقابلة الختيار ما أثرت علي، بعدين انا لا بخاف من الختيار ولا من غيره. طول بالك على حالك ياها، كلياتنا بنخاف من الختيار. بعدين الشي اللي شفته تحت الحصيرة بيخوف اللي بعمره ما خاف. قصدك جثة تحليش؟ قصدي الصدمة المرتبة اللي دبر لك ياها الختيار. مين حكى لك؟ ايه بطن البني ادم بيوسع دستة مخلوطة بس ما بيسع كلمة واحدة. لا صحيح، مين حكى لك؟ قلت لك مو المهم تعرف مين اللي حكالي، المهم تعرف انه نحن بصفك، ولذلك لا تبين ضعفك. منيح؟ انا مالي ضعيف وراح اثبت لك هالشيء. وانا ما بدي منك الا هالشيء. مين رئيس ورديون؟ نعمين. أنا المسؤول عن الخط الملاحي. تشرفنا. خير؟ هي أول سفرة لهالباخرة على الخط، بقى الله يرضى عليك ما بدي تصير مشاكل. لما بكون أنا ما بيصير ولا مشكلة. على فكرة كل رؤساء الورديات بيحكوا هيك حكي. أنا عم بحكي لك الشيء اللي بده يصير. العتالي دايما تعبانين، لهيك بيتهربوا من الشغل وبيتخلصوا بين العنابر أو تيبيعوا ويشتروا. ممكن الواحد منهم يلطيله بشي مطرح يقعد يسكر ويخمر. ايه انا بعرفهم منيح، لهيك بدي اياك ترسل لي عليهم قد ما فينك. ومثل ما قلت لك ما لازم تصير ولا مشكله. اوكي؟ عم اقول لك ما راح تصير ولا مشكله. ليش مالك واثق من كلامي؟ بعدين ما في داعي للنق من باكر الاصباح. العتالي العتالي شبه العتالي اللي بيسمعك بيقول انه اكلين السمكه وديلا. خلاص عم اقول لك ما راح تصير ولا مشكله. بعدين ان شاء الله بدك يعني يكتب لك سند انه العتالي ما راح يتهربوا من الشغل. لك يا اخي هدول الناس انحنت ظهورهم من كتر الشيل، شو بدك يعني اعمل لهم اكثر من هيك؟ بعدين من هول للمسا بيكونوا مشطبين على حموله الباخره تبعك. ليكون بدك يعني موتهم فطيس مقابل الاجره التافهه اللي عم تعطيهم اياها. لا تعصب يا رجل، انا ما قصدت كل هالشيء اللي قلته انت. عباره عن ملاحظه بسيطه مشان مصلحه الشغل. بس انت بعينتك حمش، مشان هيك بدك تكبر القصه. خلص اطمن على الاخر. بعدين نحن جايين نشتغل مو جايين نشم الهواء. مثل ما عم اقول لك، انت تيسر على وكالتك وبلا ما تنزع لنا مرائنا الله يرضى عليك. ها بسيطة، بنشوف بعدين وقت تشطيب الشحنة. عم اقول لك اطمن على الاخر، كل شيء رح يكون على القسطة، وباخرتك ما رح تفل قبل ما تشطب حمولتها. تيسر عمي. طلعوا طلعوا بسرعة بسرعة. جرح متهتك، لازم ننقل على المشفى فورا. رجل شو بدنا نعمل فيها هلا؟ خذوها على المينا، بنقدمها هديه للمعلم رضا. معلم رضا؟ شو بده يعمل فيها المعلم رضا؟ بنقدمها هديه للختيار. طيب الختيار شو بده يعمل فيها؟ بنرجع له مطرحها. معقوله لسه بترجع؟ الختيار بيقدر على كل شيء. وكيف بده يرجعها؟ ما بعرف، روح لعنده واساله. هلا هذا وقت المزح بشرفها؟ مين قال لك اني عم بمزح؟ هلا ان كان وقت مزح ولا وقت بكي، صار اللي صار. ساق ما عاد في منها فايدة، رموها بالبحر. لا لا ترموها بالبحر، خدوها على المينا يا أخي، بياخدوها على المستشفى بيحطوها مشان تضل تذكر لصاحبها ولنا كلياتها. خدوها على المينا. ما
مو قلت لك انه عبدوش اختفى؟ ايه تاري الاخ ماسك واحد واخده على المخفر ومخليه يعترف انه البطحيش هو اللي بعته ليقتلني. هلا ينجرح شعوره احسن ولا يفكرك ما بتجيبي ولاده ويقوم يجيبي عليك يضره؟ وشو تمن راسك ابن اخوي؟ انا ما تمنت راسي لهلا. بالمستقبل ناوي تتمنه؟ ليجي المستقبل منحكي يا عمي.